زرنا اتصال مع الاستاذ علال الفاسي، اتصالات زينا معه، وكان يشكو من محاربة حزبه للإسلام، كان يخلو بنا ويضربنا التليفون من اللي كيكون في ضائقة، لأن الحزب ما بغى شاي يتبنى الفكر ديال الإخوان المسلمين، وحنا ماشي إخوان المسلمين، حنا في حاجة إخوان المسلمين، حنا حاجة إلى الإسلام. الإسلام ما كيطلبش منا أننا ناخذ العينة من شي واحد، لا، القرآن كافينا. ضرب لي التليفون قال له أستاذ علال الفاسي، أنت كتبتي الدفاع عن الشريعة، وأنت كنت كنعتبروك أنك أنت هو الناطق الرسمي ديال الإسلام هنا، كيف ما استطعتي شيء جاتك الغيرة على اللي كتب في البيان من يحرك هؤلاء؟ ما عرفتيش شكون هو؟ كأننا أزلنا الغطاء على وجه على عينين سي علال. لأول مرة غادي يكتب مقال في العالم تحت اسم المستعار، خايف من الحزب ديالو. العنوان شنو هو؟ شباب البيضاء يتحرر من عقدة الخوف. شباب البيضاء يتحرر من عقدة الخوف. أول ضربة رد بها على علي عتا. هنا يبدأ الحركة. حركت لي واحد العدد ديال الزعماء، واحد العدد ديال الأسماء، لما سمعوا بأن التيار الإسلامي بدأ يغزو الساحة السياسية عندنا.